دكتور، ممكن حضرتك تكلمنا عن مشكلة الجيوب الأنفية؟ وعشان نتكلم عن مشكلة الجيوب الأنفية نعرف إيه هي الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية دي عبارة عن تجاويف داخل الدماغ، وهذه التجاويف متصلة بالأنف. يعني لو شبهناها زي ما يكون في كده يعني أي مسكن ما فيه صالة، والصالة دي ليها حجرات متصلة بأبواب. هي دي نفس الفكرة بتاعة الأنف والجيوب الأنفية. فالجيوب الأنفية بتعتبر امتداد للتجويف الأنفي، بتساعده في الوظائف بتاعته. الجيوب الأنفية دي أهم حاجة أنها تكون فيها هواء. لو فيها حاجات غير الهواء بتفقد وظيفتها، فوظيفتها ان هي بتعمل تهيئة للهواء اللي داخل للجهاز التنفسي مع الانف، ان هي بتشكل نوعية الصوت بتاع الشخص نفسه، ان هي كمان بتعمل على تقليل اي الام في الرأس زي الصداع او كده. فلما يكون في افرازات داخل الجيوب الأنفية تفقد وظيفتها، تجد الصداع يكون للمريض، تجد صوته يتغير، تجد لان دماغه تقيله، تجد لان الانف نفسه ما بيقومش بوظائفه بشكل جيد في ترطيب وتنقيط وتدفئه الهواء داخل الجهاز التنفسي، وبالتالي الهواء اللي داخل الجهاز التنفسي بيبقى مضر للجهاز التنفسي ويعمل نزلات شعبيه وكحه ومشاكل اخرى. فاهم حاجه في الجيوب الانفيه التجاويف في الدماغ انها تكون التهويه بتاعتها جيده، اخراج الافرازات بتاعها بياخد بشكل جيد، وبالتالي بيكون وظيفتها مفيدة للأنف، مفيدة للمريض، ما يحسش بأي مشاكل يعني. شكرا يا دكتور. العفو.